نعم، اختلف بالفعل او يمكن ان تقول تباطأت حركه التداول بعض الشيء على اسهم منطقاه، على سهم مثل امريكانا تحديدا، يعني توقف عند 400 الف سهم، لا عروض بيع ولا طلبات شراء حتى هذه بعد ذلك، وهبط المستوى السعري الذي كان يتداول عنده، كان طبعا يتداول بالحد الاعلى 100 فلس وعند 3 دنانير و200 فلس، تراجع نسبيا الى 3 دنانير و180 فلسا، تراجع 20 فلسا بعد الاعلان، لاحظت ذلك، ويعني جرت صفقات قليله ثم توقف النشاط نهائيا تقريبا يعني. لكن حقيقة بقية أسهم المجموعة التي صعدت مع الخبر وقلنا أنها تستفيد من الخبر، استمر النشاط عليها بدرجة أو بأخرى، يعني بصعود قوي مثل استثمارات التي أغلقت مرتفعة 8 فلس أو محدود بعض الشيء، تذبذب بين فلس وفلس وفلس ونصف الفلس بين المغاربية والسورية. الساحل المال حقيقة كانت أكثر أسهم المجموعة نشاطا، أغلق مرتفعا بالحد الأعلى 5 فلس وأكثر من 7 ملايين سهم، يعني البعض حتى قال ربما أن هناك حركة مضاربية واضحة على ذلك السهم، استفادت من الخبر الذي يعني أعلنت صافولة، وأعتقد أن الكثيرين رغم الإعلان ينتظرون إفصاحا من أمريكانا الكويت هنا. ماذا ستقول؟ أعتقد ربما غدا أو في وقت لاحق حتى من اليوم وبعد الإغلاق قد نرى إفصاح يبين ما الذي حدث. البيان صافولة، بعض المتداولين قالوا نعم هو ينفي توقيع مذكرة تفاهم، لكنه على الأقل ترك الباب مواربا ولو بعض الشيء، قال أنه نعم حدث مفاوضات شفهية منذ أشهر لكن لم تسفر عن أي شيء، هذا ما قالوه، ولعل هذه المفاوضات لا يعني لم تسفر عن أي شيء حتى الآن، لعل كلمة حتى الآن هذه قد تحمل مضمونا ما يقرأه من يتمسكون أو يتفاعلون بربما بإتمام صفقة كهذه أو لا. نعم. لكن عموما لا يمكن أن أقول أن جلسة اليوم كانت فقط برعاية أمريكان، وإنما كانت برعاية أجيلتي، وأجيلتي هي أيقونة التداول اليوم بحوالي 6 ملايين سهم، وتثبت أقدامها عند مستوى سعري جديد هو 38 فلس، ترتفع حتى تناطح أسهم مصرفية ثقيلة مثل بيت التمويل الكويتي، وتصعد فوق عدد كبير من الأسهم التشغيلية الثقيلة في البورصة الكويتية. أجيلتي دائما معها الوطنية العقارية التي نمت أرباحها 122% في أعلنت عنها اليوم، وهناك سلطان وهناك بيان الاستثمار، يعني سلطان والوطنية وأجيلتي كانوا الأكثر نشاطا. أعيان كانت راعية لجلسة اليوم أيضا، أعيان التي نمت أرباحها 2700% أيضا نشاط قوي. نعم. ارتفعت بالحد الأعلى وقبيل الإغلاق تباطأت قليلا، يعني الجلسة جيدة. المؤشر السعري لم يرتفع كثيرا، يعني إغلاقات اللحظات الأخيرة هي التي وضعته عند 11 نقطة، لكن المؤشرات الوزنية، المؤشر الوزني الكويت 15 كان في أوج النشاط الإيجابي. نعم.